اهلا بيك يا فندم. منورنا. بحب اشكر حضرتك وبشكر الكابتن هاني على اللقاء الجميل دوت. ربنا يخليك. اتمنى ان شاء الله يعني اقدر يعني انا شخصيا مبسوط وان سعيد ان انا موجود في البيت الكبير لان ده بيت النادي الاهلي كله وكل الاهلاويه شرف ليا وحاجه يعني مش عايز اقول لك ده لقاء عزيز جدا عليا. شكرا. وانا كنت بعدت كتير 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 عن بس دايما النادي الاهلي في قلبي وفي عقلي ده اكيد وربنا يوفق الاهلي دايما ان شاء الله. اكيد ان شاء الله, طبعا منورنا. يمكن عشت جوه جدران النادي الاهلي في قطاع الناشئين لمده 4 أو 5 سنين وكنت قاب قوسين او ادنى من طبعا الوصول للمرحله الدوليه في يعني منتخب الناشئين. هنتكلم على كل ذكرياتك الجميله دي داخل جدران النادي الاهلي, لكن عايز اخد راي حضرتك في المهمه الصعبه اللي بيواجهها النادي الاهلي ان شاء الله بكره. وزي ما قالت سهام دايما معدن لعيبه النادي الاهلي وعلى مر الاجيال مش دلوقتي بس بيبان في المواقف الصعبه. شايف المباراه ازاي يعني؟ والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بمنتهى الامانه ومنتهى الصراحه, انا مش قلقان اطلاقا على النادي الاهلي. مش قلقان؟ مش اطلاقا على النادي الاهلي. احنا مرينا بالظروف دي كتير. السنه اللي فاتت الهلال في السودان نفس الشيء. لو نفتكر 2012 لما تعادلنا مع الترجي في مصر 1-1 وقلنا خلاص كاس راح, واحنا كنا خسرانين في قبل النهائي في 2011 بالجون بتاع انرامو, بس كان كل ثقه ان النادي الاهلي هيعدي وهياخد الكاس. صديق لي اتصل بيا قال لي خلاص هارد لك السنه دي, تعوضوها السنه الجايه. انا كنت في مصر ورحت تونس واتفرجت على وشلت الكاس ورجعت من النادي الاهلي. كنت موجود في رحت تونس, رحت في تونس المباراة. في الماتشين, الماتشين ماتش انرامو 2011 وماتش وليد سليمان والسيد حمدي في استاد 2011 كان في المنزة, و2012 كان في اسمه مشهور الاولمبيك بتاعهم رادس. رادس طبعا بالظبط. ورجعنا بالكاس. السنه اللي فاتت الهلال كان ماتش صعب والكابتن محمود الخطيب راح مع الفريق رئيس بعثة وكسبنا ورجعنا وخدنا كاس افريقيا. فانا مش قلقان اطلاقا, بس هو الموضوع كله احنا الماتش اللي فات ضيعنا جوان كتيره. أيوة. وكان ممكن اي جون جه كان فرق, خدنا 3 نقاط وحتى كنا كسبانين وخلاص, لكن ضربه جزاء لا توقعنا الجون الاولاني ولا توقعنا الجون الثاني. وزي ما حضرتك بتقول ضربه جزاء ما لهاش دعوه خالص باي حاجه, فار مش موجود, حظنا كده. صحيح. بس لعبتنا رجاله واثقين في النادي الاهلي, واثقين في ادائهم, مرينا بالظروف دي كتير, ودايما رجاله الاهلي بيفرحوا جمهور الاهلي. يا رب ان شاء الله. يا رب دايما دايما ان شاء الله. بقول يا رب الحقيقه ان شاء الله.